السلام عليكم. هذه محاضرتنا اليوم هي عن تطور أجيال الحاسوب، وهي مراجعة لما أخذناه من محاضرات. طبعاً هذه هي عن من كتابنا المنهجي اللي هو أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية، الجزء الأول للصفحات 19 إلى صفحة 23 اللي هي أجيال الحاسوب. طبعاً بوجود الحاسبات وبتطور الاحتياج للعمليات ظهرت هذه الأجيال وبقت مستمرة بالتطور. الجيل الأول اللي هو جيل الصمامات المفرغة، وسمي بهذا الاسم لأنه كان يستخدم الصمامات المفرغة اللي هي صمامات إلكترونية أو أنابيب إلكترونية يكون حجمها بحجم المصباح، وهذه طبعا وكانوا يستخدموها بالبناء الداخلي للحاسوب ويستخدموها بأعداد كبيرة. الفترة الزمنية لظهور هذا الجيل هي من 1951 ل 1958، أما اللغة المستخدمة فهي لغة الحاسوب الصفر والواحد. وظهر الأنواع من الحاسبات مثل حاسوب الـ UNI VAC. أما عيوبها ومميزاتها، هذا النوع من الحاسبات في هذا الجيل كان عرضة للاحتراق، وذلك بسبب أنه الصمامات كلها تعمل بالوقت نفسه. كبر حجمها وثقل وزنها بسبب الأعداد الكبيرة للصمامات، كانت تنبعث منها حرارة كبيرة فتحتاج إلى تبريد، تحتوي على ذاكرة محددة جداً، واستهلاك للطاقة كبير، إضافة إلى أنه سرعة تنفيذ العمليات بطيء نسبياً، فيقدر ب20,000 عملية في الثانية. واستخدمت الأسطوانات المغناطيسية لخزن البيانات، وكانت آلات الطباعة هي بدائية لاستخراج النتائج. ظهر من بعدها الجيل الثاني، وهذا كان باختراع الترانزستور، وسمي بجيل الترانزستور لأنه كان يستخدم الترانزستور بتكوينه، والسبب أنه الترانزستور هو حجمه أصغر وعمره أطول. والفترة الزمنية لظهور هذا الجيل هي من 1959 إلى 1964. أما اللغات المستخدمة فظهرت لغة التجميع اللي Assembly Language، اللي كانت تستخدم الحروف بدلا من الأرقام، مثلا حرف A لعملية الجمع أو الأد، والأم لعملية الضرب أو الملتبلاي، وإضافة إلى ظهور اللغات البرمجية اللي احنا نسميها لغات برمجية ذات مستوى عالي أو الهاي ليفل لانجويج مثل الفورتران والكوبل. مميزاته وعيوبه، لهذا الجيل أو الحاسبات في هذا الجيل لا تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، وتكون أكثر كفاءة من الجيل الأول وأكثر سرعة بتنفيذ العمليات، وأصبح حجمها أصغر، وذلك بسبب استخدام الترانزستور. استخدام الترانزستور هو اللي خلانا أو أعطانا السماحية أو الحرية بأنه يكون حجم الحاسبات أصغر. واستخدمت الأشرطة الممغنطة كذاكرة مساعدة، وكذلك الأقراص المغناطيسية الصلبة. الجيل اللي بعده هو جيل الدائرة المتكاملة أو الانتجريتد سيركت، اللي هو الجيل الثالث، وكان بالفترة الزمنية من 1965 ل 1970، وسمي بهذا السبب لأنه استخدمت في تصنيع الدائرة الإلكترونية أو عفوا الدائرة المتكاملة. والدائرة المتكاملة هي دائرة إلكترونية متكاملة بكل مدخلاتها ومخرجاتها، تكون على شريحة من السيليكون. في هذا الجيل ظهرت الحواسيب المتوسطة واللي أو الميني كمبيوتر سيستمز، واللي تشترك مثلا مجموعة من الحاسبات الطرفية تشترك مع بعضها بحاسب مركزي. عيوبها ومميزاتها،
سرعة في تنفيذ العمليات، خفة الوزن، صغر الحجم، إضافة إلى انخفاض في كلفة إنتاج الحواسيب. إحنا بالمحاضرة الأولى تطرقت إلى أطوار حياة الحاسوب، وقلنا بطور التسويق من أهم العوامل هي أنه يكون المنتج رخيص الثمن. فبهذا الجيل أو بهذه الفترة الزمنية انخفض كلفة الحواسيب، وبالتالي تم إنتاج مجموعة حواسيب الـ IBM 360 وأصبح أسهل اقتنائها، إضافة إلى إنتاج الشاشات الملونة وأجهزة القراءة الضوئية. الجيل الرابع هو جيل المعالج الدقيق المايكرو بروسيسر، فازدادت قدرة الحواسيب بالسعة التخزينية والسرعة الأداء والأداء الجيد أو الفعال. هذه الفترة أو هذا الجيل ظهر في فترة 1971 لغاية 1989، واستخدمت فيه رقاقة المعالج الدقيق اللي هي المايكرو بروسيسر أو السي بي يو، وظهرت حواسيب متعددة الأغراض أو والحواسيب الشخصية اللي هي البي سي كمبيوترز، إضافة إلى ظهور أنظمة تشغيل متطورة ومتخصصة. أما اللغات البرمجية اللي استخدمت، فظهرت لغات ذات مستوى عالي ومستوى عالي جدا. عيوبها ومميزاتها، في هذا الجيل مميزاتها طبعا أكيد أكثر من عيوبها. صغر حجمها، زيادة في سرعة التنفيذ وسعة الذاكرة، قلة التكلفة، أصبحت السرعة هنا تقاس بملايين العمليات بالثانية الواحدة، وأصبحت أجهزة الإدخال والإخراج أكثر تطوراً وأسهل استخداماً. ظهرت الأقراص الصلبة المصغرة الفلوبي ديسكس، وكذلك الأقراص المرنة اللي هي السيديز. هذه كان في الجيل الرابع. الجيل الخامس والأخير هو جيل الذكاء الاصطناعي، واللي يمتد من الفترة الزمنية 1989 لغاية يومنا هذا. يعتمد على رقائق صغيرة جدا بحجمها، ولها سعة تخزين هائلة وسرعة تنفيذ فائقة. التعامل معها هنا كان يعني في هذه الأوقات يكون أسهل وأذكى. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخاصيات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية ويجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، وهذا اللي احنا نشوفه في مثلا الروبوتكس أو الروبوتات. المعلومات نعم، أما مميزاتها فهي زيادة هائلة في السرعات وسعات التخزين، ظهور لغات متطورة جدا، وظهور حواسيب عملاقة ذات قدرات كبيرة جدا، إضافة إلى الدقة. مثل ما قلنا احنا هذا الكتاب المصدر مالتنا هو أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية الجزء الأول. بالنسبة للطلبة اللي ما استلموا الكتاب أو اللي ما استلموا الملزمة، فهو موجود بصيغة البي دي اف في صفنا الافتراضي على جوجل كلاس روم. لمحاضرتنا القادمة أني أتمنى أن تحضرون الحاسوب الإلكتروني من صفحة 24 إلى أنواع الحواسيب صفحة 28. أتمنى لكم كل التوفيق. كانت معكم دكتورة نادية علي قاسم من المعهد التقني للعمارة.